نجيب محفوظ وصف جمال عبد الناصر بأنه دكتاتور. ذكر كان دكتاتورياً وأدخل كلام نجيب محفوظ وأدخلنا في أمور لم نكن في حاجة لها. كل أدباء مصر عانوا في عهد جمال عبد الناصر، فزوجتي كانت تشكو من مراقبة أحد الأشخاص وكنت أشعر أنني مراقب أثناء سيري في الطريق. لا بابا لا أنت حميك، هاي بتحكمه ولا بقى بتقربه، ما هو سيري في الأمارة، هو نجيب في الدور الأرضي وهي في الدور الرابع. بس نجيب محفوظ أنا اللي أتحافظ عليه. كيف؟ ولاد حارتنا لما كتب عن الجبلاوي وكان عايز يدي رمز ان ده ربنا سبحانه وتعالى لا يتحفظ، لكن نجيب كان مع... كان عاوز يدي رمز كتاب اسمه الجبلاوي اولاد حارتنا اللي خد الجائزه، روايه معروفه نوبل. طبعا خد نوبل الجبلاوي ده انه ربنا استغفر الله العظيم، واخد بالك، وكتب اسماء هم الانبياء، فهذا تحفظ عليه. لكن نجيب محفوظ في ايام جمال عبد الناصر كرم وكان رئيس هيئة السينما، ومعظم الأفلام بتاعت نجيب محفوظ كانت في عهد جمال عبد الناصر قصص، خلي بالك. وأنا ما بحبش بني آدم بعد يعني يتكلم زي ما لسه قايل لك دلوقتي عن حد في سلطة بعد يمشي يتكلم بالطريقة دي عنه، ما بحبش. اتذكر وأنت موجود أقول للغول عينك حمر، مش بعد ما يمشي. ف كنت أتمنى إنه نجيب محفوظ يقول الكلام ده وجمال عبد الناصر موجود، كان زمانه اتنفخ.